غلاف الامعاء بتحصل مثلا من 8 شهور وانت طالع، دي مشكله الام ممكن ما تاخدش بالها منها، بس تلاقي مثلا وهي بتغير للطفل لون البراز مدمم او في عامل زي الفراوله، دي الطفل تقول لي ده كان عنده نزله معويه، وبعد النزله المعويه انا لقيت ان الولد ما بيتحسنش، او كان واكل كذا يعني. ساعات احنا ممكن مخنا بيروح لحاجات، ممكن انا دايما اقول للاهل طب ده سؤال بيجي طبعا، اقول لها طب انت اكلتيه فراوله، اكلتيه حاجه فيها صلصه كتير، اكلتيه مش عارف، تقول لي لا ده هو كان عنده نزله معويه، بعد النزله المعويه خد العلاج ما اتحسنش، وجع في البطن مستمر بيجيب رجله ناحيه بطنه وشادد جامد، وانا بغير له لقيت دم، رحت للدكتور قال لي انت لازم تروح الجراح اطفال، اهي دي عمليه لو لحقناها بدري ممكن ما ندخلش جراحه، ممكن نزق الامعاء نفصل الغلاف او التداخل اللي بينها بدون ما ندخل الجراحه، لو اتاخرتي شويه هندخل جراحه، لو اتاخرتي اكتر هندخل جراحه، ونستأصل جزء ما وصلوش الدم وحصل فيه غرغرينه وممكن نعمل توصيل الامعاء او فتح براز جانبيه. فالقصه دي كلها حضرتك تقدري تستبعديها بانتباهك لمشكله طفلك من بدري. لا تتجاهلي شكوى الطفل. بالظبط، يعني انا بقول هي الموضوع فعلا يعني ربنا طبعا يا رب ما يجيبش لحد اي حاجه وحشه، لكن هو فعلا الموضوع مش سهل، حتى هو الدكتور بيتكلم احنا يعني بيبقى الواحد عمال بيتخيل، تخيل الطفل بيتخيل الاهل، الموضوع مش سهل ابدا، فما يعني ما بالنا احنا الكبار نبقى عاملين ازاي الحاجه الصغنطوطه دي لما بس يبقى. مجرد وجود السيناريو في ذهنك بيخليكي تقابلها. الاخذ بالاسباب، الاخذ بالاسباب في كل يعني في كل الامور، فعلا الامر هيختلف زي ما الدكتور بيقول، كان ممكن تبقى الحاله كذا بعد كده لو سبناها تبقى كذا، لو سبناها تبقى كذا، فده يخلينا نقول لا يعني دايما او الواحد كل ما بيكبر بيتعلم، نتعلم بالزبط. والثقافه تزيد والوعي يزيد انه نطمن انه لا مش كذا، حتى لما بروح لجراح دكتور جراح او اطمن انه الامر بالزبط. مش كذا، يبقى انا كده في السيف سايد بشوف بقى العلاج يعني صح. فكلام جميل يا دكتور دندون.